مرحبا بكم مشاهدينا في حديث اليوم. زار مسؤول أمريكي مدينة طبقة المحررة في ظل تأكيدات على عدم انسحاب واشنطن من سوريا، في حين تزداد العلاقات الأمريكية التركية توترا بعد عقوبات متبادلة. لكن ما يهم السوريين صراحة كيف سينعكس ذلك على الملف السوري عموما، في ظل حديث لأردوغان بأن ملف منبج على سبيل المثال ليس له علاقة بتوتر العلاقات مع واشنطن، فهل فعلا ذلك واقعي؟ وفي إدلب رفضت هيئة تحرير الشام الإرهابية حل نفسها والاندماج مع باقي الفصائل، في حين أبدت الصين رغبتها مشاركة قوات النظام الحملة العسكرية المرتقبة نحو إدلب. هذه التفاصيل مشاهدينا ستعرض للنقاش بعد أن نشاهد وإياكم التقرير التالي. تأكيدات متجددة لمسؤولين في الإدارة الأمريكية على الاستمرار في دعم حلفائها في شمال شرق سوريا. التعبير عن الدعم جاء عن طريق السفير ويليام روباك أثناء زيارته لمدينة الطبقة واجتماعه مع مسؤولين من إدارتها. فبحسب ما كشفت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مصدر الاجتماع، أن المسؤول الأمريكي استهل حديثه بأنه مكلف بشكل رسمي من الرئيس دونالد ترامب بتولي الملف السوري، وسيقوم بزيارة ميدانية للمدن والبلدات في شرق الفرات التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بدعم ومساندة التحالف الدولي، وسيطلع بشكل مباشر على احتياجات هذه المناطق بهدف إصلاح البنية التحتية وتقديم المعونات والمساعدات إلى المدنيين والسكان. وشدد روباك على أن الرئيس الأمريكي تعهد ببقاء القوات الأمريكية والتحالف الدولي العاملة في شرق الفرات في المناطق المحررة من قبضة داعش لمنع حدوث فراغ أمني أو خلل عسكري أو عودة عناصر داعش أو ظهور تنظيمات إرهابية متطرفة. كما نوه الدبلوماسي الأمريكي إلى أن ترامب لا يعتزم سحب قوات بلاده من المناطق التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية بما فيها مدينة الطبقة جنوب نهر الفرات لدعم عملية الاستقرار في هذه المناطق. بالمقابل نقل مسؤولو الإدارة المدنية في الطبقة بحسب المصدر الذي حضر الاجتماعات للسفير الأمريكي حجم ضغوطات التهديدات التركية وقطعها روافد نهر الفرات وتناقص منسوب مياه الفرات، الأمر الذي شكل تحديا لتوليد الطاقة الكهربائية. مشاهدينا الكرام، ارحب بضيفي في الاستديو الاستاذ اكرم حسو، رئيس المجلس التنفيذي سابقا في مجلس سوريا الديمقراطيه. استاذ اكرم، اهلا ومرحبا بك معنا في الاستديو. اهلا بك وكل مشاهدين قناه اليوم. مؤخرا كانت هناك زياره لمسؤول امريكي بارز الى مدينه الطبقه المحرره، بدايه نريد منكم اضاءه حيال ذلك. شكرا لك. بالبداية أوضح أنا أود أن أوضح الصفة التوصيفية للعمل لرئيس مجلس تنفيذ، رئيس سابق للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة. شكرا تصيح. الله يسلمك. بالنسبة لزيارة المسؤول الأمريكي، هي ليست زيارة تحريضية أو زيارة إرسال رسالة لأطراف أخرى، وإنما هي رسالة تكميلية على زيارة تكميلية للزيارات التي قام فيها جوزيف أوتيل، مارك بريت ماركو، والنبهان سامر النبهان الوزير السعودي لشؤون دول الخليج منذ أكثر من عام. هنالك رؤى بالتحالف الدولي بأن سوريا أصبحت ما بعد جنيف 3 لم تعد كما كانت قبل جنيف 3، وبالتالي مجموعة أصدقاء سوريا سوف تنحل أو لم تعد مجدية أو لم تعد كافية، لأن التحالف الدولي يقول نحن لسنا ملتزمين بسوريا المفيدة أو سوريا ما تحت السيطرة الروسية. نعم. السيطرة الروسية. هنالك اليوم قسم من سوريا محتلة من قبل الطرف التركي وميليشيات الإرهابية، وبالتالي خارج نطاق التحالف الدولي. لذلك هذه الزيارات تأتي لمدينة الطرقة أو الطبقة أو للشمال السوري هي تأكيد على إنشاء مجموعة أصدقاء دول الشمال السوري، مجموعة أصدقاء شمال السوري، مجموعة دول أصدقاء الشمال السوري بدلا من مجموعة أصدقاء سوريا التي خصصت لها بمبلغ 350 مليون دولار ستصرف من ميزانية 2016 من
للبنية التحتية، للبنية التحتية تحتية لشمال سوريا، للمدى للتعليم، للصحة، بالإضافة لل 250 مليون دولار لتدريب وتحديث قوات سوريا الديمقراطية. وبالتالي هي زيارة مكملة لزيارة مجموعة أصدقاء شمال سوريا. تماما. المسؤول الذي زار مدينة طبقة في الحقيقة هو ويليام روبيك، وده هو ذكر بأنه سيستلم الملف السوري بتكليف مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أكد أيضا بأن واشنطن باقية في سوريا. انطلاقا من هذا الكلام أستاذ أكرم، هل يمكن اعتبار اليوم العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية وواشنطن استراتيجية؟ طبعا العلاقة استراتيجية، أصبحت استراتيجية، كون تقاطع المصالح فيما بين الطرفين ضد تنظيم الإرهابي داعش ومفرداتها. نعم. هي أسست العلاقة استراتيجية في الشمال السوري، وبالتالي الانسحاب الأمريكي، تأكيد على عدم الانسحاب الأمريكي، لا يوجد كلام أو صيغة قانونية للانسحاب الأمريكي. كون قوات الموجودة على الأراضي في الشمال سوريا هي قوات دعم لوجستي تتمركز في مناطق كثيرة، تدعم وتشرف على العمليات الخاصة الموجهة ضد تنظيم داعش، وبالتالي لا يوجد أي انسحاب، يعني لا، هذه القوات لا تشارك بالحرب الدائرة حتى تنسحب. نعم. الانسحاب، التحالف الدولي موجود في سماء شمال سوريا وفي سماء سوريا، وبالتالي فكرة الانسحاب لا تنطبق على القوات الجوية، كون هذه القوات تنطلق من خارج الحدود السورية وتأتي لتعود بعد التنفيذ مهامها تعود إلى أدراجها خارج الحدود السورية. أي بالتالي بقاء القوى التحالف الدولي في شمال سوريا هو بقاء استراتيجي للحفاظ على المصالح الاستراتيجية للتحالف الدولي ولجميع العالم تتمثل والذي تتمثل بمحاربة الإرهاب الداعش أو الفكر السلفي. في الحقيقة أستاذ أكرم، يعني بعد انعقاد قمة هلسنكي بين الرئيسين الأمريكي والروسي، كثير من المراقبين والمحللين اعتبروا أن أمريكا سلمت الملف السوري إلى روسيا، أنتم كيف تنظرون إلى ذلك؟ لا يوجد هذا، يعني أنصح لا يوجد، ولكن هذا الكلام لا، أو هذه الفكرة هي عبارة عن حرب إعلامية روسية لها غايات، لها اهداف. روسيا هي من تسوق هي الفكرة. هي اللي روجت لهذه الفكره بتسليم المهام. قمه هلسنكي كانت تتمحور على فكره واحده، اولا لم تعد مناطق خفض التوتر الموجوده في سوريا غير المنطقه الرابعه المتمثله بادلب واجزاء من محافظه اللاذقيه، اجزاء من محافظه حماه، واجزاء من محافظه حلب، اي مدى تزيد مساحه منطقه خفض التوتر على اكثر من 8000 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى حوالي 3 مليون. كانت قمة هلسنكي متمحورة على موضوع واحد هو المتفق، عودة أستانا إلى مسارها الإنساني. أستانا انطلقت بناء مخرجات جنيف، وقف تثبيت وقف إطلاق النار، فك الحصار على المناطق المحاصرة، إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء بالمصالحات الوطنية. لكن أستانا تحولت إلى مسار عسكري بعد الجولة الثالثة من انعقاد الجولة الثالثة. نعم. اليوم قمة هلسنكي أكدت على موضوع التزام روسيا والتزام المجتمع الدولي وضامني أستانا بموضوع اللاجئين والمهاجرين والنازحين ضمن الأراضي السورية، أي عودة أستانا إلى مسارها الإنساني وترك المسار العسكري. وبالتالي ترك المسار العسكري كون المهمة انتهت، إلا باستثناء منطقة أدلب. نعم. منطقة أدلب تشكل مشكلة كبيرة لدى المجتمع الدولي ولدى الأمريكان ولدى الروس. الأتراك يفاوضون على أدلب على ورقة هامة جدا، هذه الورقة تثير الرعب لدى المجتمع الأوروبي والمجتمع العالمي. في الحقيقة سوف نتطرق على هذا الموضوع في المحور الثاني، ولكن قبل ذلك أستاذ أكرم لهذا اسمح لي في هذه النقطة فقط. منذ يومين مصادر ميدانية تكلمت عن تحرير قوات سوريا الديمقراطية كامل صحراء دير الزور من تنظيم داعش الإرهابي، وفي الأمس يتحدث المسؤول الأمريكي روبرت ويليام روبيك عن بدء مشروعات خدمية وتنموية ولربما إعادة إعمار في مناطق شمال شرق سوريا. هل يمكن القول اليوم بأن بعد مرحلة القضاء على تنظيم داعش بدأت بشكل فعلي المرحلة الخدمية والتنموية؟
طبعا داعش انتهت بالمرحلة الأخيرة من حملة قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع التحالف الدولي. داعش انتهى تقريبا من ناحية العسكرية ولكن لم ينتهي كناحية فكرية. داعش ما زال موجود وما وراح يستمر بشكل فكري. يعني تواجد داعش تواجد بشكل غير مسلح في المنطقة، وبالتالي مثل ما هلا ذكرنا المجتمع الدولي يريد إقامة مجموعة أصدقاء شمال سوريا. هذه الفكرة تهدف إلى دعم الشمال السوري وشرق سوريا بالبنية التحتية، بالتعليم، بالصحة، للقضاء على الفكر الإرهابي المتجذر في المنطقة. انطلاقا من ذلك، واشنطن منذ اشهر حولت مساعدات من شمال غرب سوريا الى شمال شرق سوريا. طبعا، وهذا كان عندما قامت واشنطن بالغاء صفقه 200 مليون دولار للفصائل المسلحه في ادلب التي كانت تحت الهيمنه التركيه، وبالتالي تم تحويلها الى مناطق شمال سوريا وشرق سوريا لقوات المتحالفه مع المتمثله بقسده. كان هذا هو هذه هي الغايه وهذا هذا هو المراد إيصاله للطرف التركي. نعم. طب العلاقات الأمريكية التركية كما تعلم أستاذ أكرم هي متوترة جدا بسبب يعني قضية القس الأمريكي، والتي شهدت يعني عقوبات متبادلة على وزراء أمريكيين وأتراك. هنا السؤال، يعني كيف سينعكس ذلك على الملف السوري عموما؟ طبعا موضوع فرض العقوبات هو موضوع رمزي ولكن له مدلولات سياسية كبيرة جدا. نعم. انعكاساته على منبج الأتراك، وأردوغان صرح من أكثر من مرة. نعم. الهدف ليس هو منبج، الهدف هو رفعت اليوم المساومة على منطقة رفعت فيما بين الروس والأمريكان والأتراك. لكن موضوع أستانا وتمديد منطقة خفض التوتر قلبت أو خلطت الأوراق من جميع الاتجاهات. الأتراك اليوم في مأزق كبير، من ناحية عادت لهم أنفاسهم التمديد في أستانا، ولكن من ناحية ثانية أستانا لم يمدد إلى الآن حقيقة. أصبحت بمثابة حمل أو عبء ثقيل على الأتراك. أستانا بسوتشي المسمى أستا سوتشي أو أستا سوتشي، لا توجد أستانا 10، إنما وجدت سوتشي الثانية المتمثلة بالحل السياسي، مددت لمنطقة خفض التوتر للعلم للتأكيد مسودة عمل سوتشي. كانت هنالك المحور الأساسي منطقة خفض التوتر ومشاكل ووضعها كون أستانا أمر مؤقت، لكن بالبيان الختامي لم يصدر شيء بمنطقة خفض التوتر الرابعة بإدلب، أي تم التأكيد على تمديدها من 19 أيلول ل 19 آذار، مدة 6 أشهر. هذا التمديد يوافق المصالح ضامني أستانا ويناقض مصالح ضامني أستانا. الغاية هي غاية أكبر من ضامني أستانا، الغاية هي الاتفاق الروسي الأمريكي على هامش قمة هلسنكي. طب أردوغان قال أن ملف مدينة منبج لن يتأثر بتوتر العلاقات الأمريكية التركية، كيف نفهم هذه التصريحات؟ طبعا هل هذا الكلام واقعي؟ الملف موضوع منبج اليوم بعد دخول مجلس سوريا الديمقراطية في البدء في اللقاءات التفاوضية وبدعم من التحالف الدولي ومباركة روسية مع نظام مع الحكومة السورية أو النظام السوري، خلطت الأوراق في مع بالنسبة للأتراك. موضوع منبج من اليوم الأول محسوم لدى الأمريكان، لا يوجد شيء تناغر بالنسبة لمنبج، ولكن هي دعايات تركية الهدف منها هو إحباط الشارع العام بالمشهد السوري، إثارة خلط الأوراق لدى الروس، لدى النظام، أي لا يوجد شيء هنا. الاتفاق الموقع فيما بين الأمريكان وبين الأتراك بخصوص منبش هو اتفاق واضح وغامض، الواضح بالنسبة للأتراك وغامض بالنسبة للأتراك، والأتراك لا يستطيعون تجاوز هذه النقاط. أولا لا يوجد شيء لتسليم منبش، لا توجد فترة زمنية محددة بالاتفاق لتسليم مدينة منبج للأتراك، لا توجد فترة موافقة صريحة بانتشار الجيش التركي في منبج، لا توجد فقرة أو بند يحدد التوقيت الزمني لخروج
قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس المجلس العسكري أو وحدات الحماية الشعبية من موج. لذلك دائما الأتراك يحاولون الحقيقة هي يعني كما ذكرت وحدات حماية الشعب انسحبت آخر مستشاريها من المدينة ولم يبقى إلا مجلس المجلس العسكري. وهنا في هذه النقطة يعني إلى الآن بشكل واقعي وعملي ماذا حققت تركيا من خارطة الطريق المزعومة في منبج؟ لم تحقق غير الفشل، لهذا تحاول من جديد لملمت أوراقها واللعب على وتر الفصائل الإرهابية المتواجدة في إدلب وموضوع النزوح الجماعي جراء الذي سيحدث نتيجة معركة إدلب. نعم، طب فيما يخص هل يمكن القول يعني موضوع المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق أبعد بشكل تام الخطر التركي عن مدينة منبج؟ طبعا هو كفكرة هنالك ترحيب من جميع أبناء الشعب السوري بأي لقاء تفاوضي يهدف إلى ضمان حقوق جميع أبناء الشعب السوري. نعم. أينما كان، سواء كان في الشمال السوري، في الجنوب السوري، في الوسط السوري، في 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 جميع أطراف، حتى في دمشق. نعم. ضمان إذا يهدف إلى ضمان حقوق. طبعا هذا لا يروق للأتراك، هذه المفاوضات، هذه اللقاءات لا تروق للأتراك، كون إذا توجد هذه اللقاءات التفاوضية بالنجاح فيما بين الأطراف جميعا وبمباركة من التحالف الدولي ومن الروس، سوف تؤثر على الوضع الداخلي التركي. كون تركيا لا تريد إقامة نظام ديمقراطي في سوريا، النظام الديمقراطي في سوريا يهدد كيان الدولة التركية، كيان النظام الديكتاتوري في تركيا، ولهذا الأتراك منزعجون جدا ويحاولون بشتى الوسائل اللعب على آخر الأوراق التي يملكونها في منطقة خفض التوتر الرابعة بإدلب. طب من حيث يعني التهديد الذي واجه القوات التي حررت مدن منبج وشرق الفرات أستاذ أكرم، هل من فرق بين مدينة منبج وشرق الفرات؟ لا يوجد أي فرق، لا يوجد أي فرق. منبج هي نقطة خط أحمر بالنسبة للأتراك من قبل التحالف الدولي، مثل شرق الفرات. زيارات المكوكية لقيادة التحالف، للقيادة العسكرية للتحالف الدولي، للقيادة السياسية للتحالف الدولي بمدينة منبج وبشوارع وأسواق منبج الشعبية، دليل واضح ورسالة صريحة على للأتراك بأن منبج هي تعتبر شرق الفرات ومنبج هي نقطة ارتكاز للقوات التحالف. طب في ضوء التأكيدات الجديدة للمسؤولين الأمريكيين بأن لا انسحاب من سوريا، وأيضا يعني في ظل مساعي اقتسام المصالح بين الدول المتدخلة في هذا البلد، كيف تنظرون لمستقبل منبج وشرق الفرات؟ طبعا لحد الآن لم تتوضح الرؤية حول تقاسم مناطق الجغرافية ومناطق النفوذ، كون أستانا موجودة وهي أستانا قسمت سوريا إلى مناطق نفوذ إقليمية. المناطق النفوذ الإقليمية لا تروق للقوى العالمية كأمريكا وروسيا. تركيا اليوم محتلة لقسم كبير من بموجب أستانا لشمال الغربي لسوريا. نعم. للشمال إيران كانت متواجدة ومحتلة للجنوب الغربي لسوريا، خرجت كمرحلة أولى ولكن ما زالت متواجدة في العمق السوري، ما زالت متواجدة في العمق السوري ومتواجدة في الجنوب الشرقي لسوريا. نعم. في لسوريا. لهذا لا يوجد رؤية سياسية رؤية واضحة لتقسيم سوريا أو البدء بالحل السياسي لسوريا، كون سوريا مقسمة. ولكن ربما يعني هناك إجماع دولي ليس على تقسيم سوريا ولكن على اقتسام المصالح. طبعا الاقتسام المصالح، طبعا أمريكا ليست مؤسسة خيرية، روسيا ليست مؤسسة خيرية، والتحالف الدولي ليسوا جمعيات أو تنظيمات آسية. الكل يحاول، الكل جاء من آلاف الكيلومترات ليدافع عن مصالحه أو مصالحه الاستراتيجية في العمق الجغرافي السوري. فلذلك لم تتوضح، كون أستانا ما زالت مستمرة، يجب أن تنتهي أستانا، أستانا يجب أن تنفذ البند الذي أقامت من أجله. أستانا نفذت البند ولكن أستانا لحد الآن الروس يحاولون اللعب في مساحات أو فضاءات المصالح للدول. لهذا أستانا الأمريكان والتحالف الدولي يريدون ويؤكدون على عودة أستانا إلى المسار الإنساني، وهذا ما يرفضه أو يحاول الالتفاف عليه من قبل الروس، وأكدوا على هذه المحاولة الالتفافية عبر سوتشي الثانية. نعم.
الآن سوف ننتقل إلى محور آخر. تركيا تتحدث عن إعادة اللاجئين السوريين وحديث عن للأتراك عن مفاوضات مع واشنطن فيما يخص مستقبل مدينة إدلب. في الوقت نفسه هناك في الحقيقة تناقض في التصريحات الروسية بين من يؤكد هناك عملية عسكرية مرتقبة وبين من يعطي مهل لتركيا كي تحسم الملف. دعنا بداية أستاذ أكرم نشاهد التقرير التالي ومن ثم نكمل. على وقع تهديدات النظام السوري بالتوجه عسكريا لمحافظة إدلب ومع تضارب في تصريحات الروس بين من يؤكد عدم وجود عملية شاملة وبين من يرى ضرورة تطهير المنطقة من الإرهابيين، قالت صحيفة الشرق الأوسط أن موسكو أمهلت أنقرة حتى انعقاد القمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية في 7 سبتمبر أيلول المقبل لحسم ملف إدلب. تركيا وفي محاولة للخروج من حالة الحرج التي وضعتها فيها حليفتها روسيا مضت إلى مطالبة الفصائل في إدلب لتشكيل ما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير، وذلك ضمن خطة ترمي إلى إعطاء مهلة لهيئة تحرير الشام الإرهابية كي تحل نفسها، بحيث ينضم السوريون من الهيئة إلى صفوف الجبهة، وإيجاد آلية للأجانب من المقاتلين للخروج من سوريا بعد توفير ضمانات يشمل العزل أو التحييد أو إبعاد المقاتلين الأجانب الموجودين في تنظيم حراس الدين الذي تشكل في مارس آذار الماضي من مقاتلين غير سوريين في الفصائل والجيش التركستاني الإسلامي وهم من الإيغور الصينيين، ويقدر عدد الأجانب بين 6,000 و12,000. واللافت هنا انضمام الصين لهذه الحملة المرتقبة، إذ نقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام تصريحات للسفير الصيني في سوريا بأن بلاده ستساعد قوات النظام في إدلب على الأغلب بسبب وجود الإيغور. في المقابل أكدت مصادر إعلامية مقربة من هيئة تحرير الشام أن الأخيرة رفضت مجددا طلبا تركيا لحل نفسها والاندماج مع الجبهة الوطنية. في الأثناء رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية قصف مدفعي وصاروخي متجددة من قبل قوات النظام استهدفت مثلث جبال اللاذقية جسر الشغور سهل الغاب، في حين سمع دوي انفجار في القسم الشرقي من ريف إدلب ناجم عن انفجار في منطقة سرمين ما تسبب بإضرار مادية ومعلومات أولية عن إصابات. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. أستاذ أكرم، هناك يعني تصريحات روسية عديدة فيما يخص مدينة إدلب، يعني من ضمنها من يؤكد بأن ليس عن هناك عملية عسكرية واسعة في الأجل القريب نحو المدينة، في حين هناك تصريح روسي آخر يعطي مهلة لتركيا كي تحسم ملف إدلب حتى أيلول. كيف تنظرون إلى ذلك؟ طبعا هناك اجتماع تركي أوروبي متمثل بأوروبا بألمانيا وفرنسا غيرها في أيلول القادم. نعم. بهذا الخصوص سوتشي أو ما يسمى أستانا 10، لا توجد أستانا 10 ولكن سوتشي الثانية مددت لمنطقة خفض التوتر الرابعة المتمثلة بإدلب لمدة 6 أشهر. نعم. هناك اتفاق ضمني ما بين المثلث الأستاني على التمديد. ثانيا الاجتماع إدلب أو أستانا ليست بعيدة عن مجريات ما حدث في قمة هلسنكي. قمة هلسنكي ركزت على موضوع إعادة اللاجئين والمهجرين أو النازحين الداخليين. الموضوع اللاجئين والمهجرين ليس متمثلا بالمتواجدين على الأراضي التركية. الأتراك يساهمون على زوارقها. الغاية من عودة اللاجئين المتواجدين في الأردن ولبنان فقط لا غير، بينما اللاجئين الذين هاجروا لأوروبا هي هجرة ممنهجة والأوروبيين بحاجة إليها. هذا الموضوع غير ليس حتى هناك من يقول بأن المهاجرين أو اللاجئين السوريين في أوروبا هم لا يرغبون في العودة، ولا أحد يرغب. لكن المهم اليوم إدلب اليوم تحوي أكثر من 3 ملايين إنسان. سكان محافظة إدلب قديما حوالي 1.5 مليون، أي جاءها 1.5 مليون من المهجرين. من المهجرين، المهجرين من وين؟ من مناطق خفض التوتر بغوطة جنوب سوري، جنوب الغربي السوري، حتى من ريف حمص الشمالي، من ريف حمص، من منطقة خفض التوتر بالعمق السوري المتمثلة ببادية حمص وحما ومناطق جبال القلمون. نعم. أي هنالك 1.5 مليون من عوائل من المهجرين أغلبهم من الفصائل المتطرفة. إذا قامت أولا لا توجد قدرة عسكرية لدى الروس والنظام السوري والإيراني بفتح جبهة على مناطق 5 محافظات سورية،
كون منطقة جغرافية وعرة ومنطقة ممتدة شاسعة. ثانيا إذا بدأ الهجوم أستانا للمعلومة أستانا تنتهي أستانا أدلب تنتهي أو خفض التوتر في أدلب تنتهي 19 أيلول نعم. وبالتالي مددت ل 19 آذار. إذا أستانا لم تمدد فالحرب ستجري بشكل فتح جبهات متعددة. هنالك مشكلة أصبحت مجال الحديث أو أصبحت عبء ثقيل على المجتمع الأوروبي والعالمي وحتى الروس حتى أنفسهم. إذا فتحوا جبهة أدلب ستبدأ حركة نزوح تدفق باتجاه الأتراك كون لا يوجد. وهل المعضلة الأكبر تكمن في هناك أعداد كبيرة من عوائل الإرهابيين؟ الإرهابيين حتى الإرهابيين نفسهم سينزحون نتيجة القصف الجوي. أدلب منطقة خفض التوتر بأدلب ليست مثل الغوطة أو جنوب السوري. من حيث ماذا؟ من حيث المنطقة الجغرافية والحصار النظام من جميع أطراف يحاصر أدلب. أي النزوح سيكون باتجاه عفرين والحدود التركية. نعم. الأتراك يساومون على هذه الورقة. إذا تدفق مليون ونص حوالي مليون إنسان أو 500,000 إرهابي مع عوائلهم باتجاه الحدود التركية حكما هؤلاء سيتجهون إلى الجمهوريات الروسية وعلى عبر الأراضي التركية على الجمهوريات الروسية حتى إلى روسيا والعمق الأوروبي. وبالتالي ستصبح أوروبا تحت مشكلة كبيرة. اليوم الاتحاد الأوروبي بضغط من الاتحاد الأوروبي على هامش قمة هلسنكي هي معالجة الوضع هذا الوضع. لذلك الاستراتيجية في معركة أدلب تغيرت من مواجهة مباشرة إلى مواجهة على فترات ومحاور عدة. رأينا في محور الشمال الشرقي للأزقية هو من ضمن مناطق خفض التوتر. نعم. يمتد حتى في منطقة جزر الشمال الغربي. شمال الغربي عفوا. نعم. حتى منطقة جزر شغور. لذلك منذ أكثر من أسبوع أو أسبوعين النظام فتح ممر للخروج للناس. نعم. وبالتالي هذا الممر الناس اللي بدها تصالح الناس اللي بدها تستسلم تكون تحت ضبط معين من قبل الروس. وبالتالي لن يبقى على هذه المحاور. سينفتح محور ومحور الشمال الغربي. هنا أثرت نقطة هامة في الحقيقة أستاذ أكرم. أفهم من حديثك بأن معركة إدلب بدأت منذ أن بدأ فتح هذه المعابر من قبل النظام. يعني هذه مرحلة أولى. مرحلة أولى. ستنفتح معابر عدة في حماة وحلب ومناطق الثانية المتآخمة مع وجود النظام السوري والروس. وبالتالي إفراغ إدلب عبر مصالحات متواصلة لإفراغ المنطقة من الإرهابيين. وبالتالي لن يبقى غير الإرهابيين المسلحين ضمن مدينة إدلب وهذه المدينة. أما الاستسلام أو الإبادة الجماعية كون لا توجد باصات خضراء في إدلب، لا توجد في معركة إدلب باصات خضراء. وبالتالي مدة أستانا إدلب لست أشهر لسحب الورقة النزوح الجماعي من اليد التركية. وهل تمتلك تركيا غير هذه الورقة في إدلب؟ لم تعد تمتلك كون لسبب واحد. تركيا أصبحت الآن تحت ضغوطات كبيرة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي أيد مخرجات جنيف. نعم. أيد مخرجات جنيف داعش القاعدة كل من يتبع داعش وجبهة النصرة وكل ما يدخل ضمن هذه المجموعة هي مجموعات مشرعة من قبل المجتمع الدولي محاربتها. نعم. أي تركيا لا تستطيع الآن حماية تحرير الشام وجبهة النصرة. ولذلك روسيا تلعب على هذه الورقة. اسمح المقاطعة في هذه النقطة. يعني حتى في مؤتمر أستانا الذي أحد ضامنيه تركيا تحدثوا عن إجماع بين هذه الدول على محاربة هذه التنظيمات. تمام. حتى بأستانا ومن هذه محاربة هذه التنظيمات من هذه التنظيمات تحرير الشامية نفس جبهة النصرة. وبالتالي تركيا على النظام السوري الروس يملكون ورقة ضغط قوية على تركيا هي محاربة النصرة. واليوم الذي يسيطر على منطقة خفض التوتر الرابعة هي جبهة النصرة. طب تمام. الصين أبدت رغبتها أيضا للمشاركة في الحملة العسكرية نحو إدلب. إلى أي مدى هذا يعطي حافز أو دعم للنظام
في التوجه عسكريا نحو المحافظة؟ طبعا الصين أبدت مساعدتها كون ترى بأن بنهاية إدلب منطقة خفض التوت لإدلب سوف ينتهي مسار أستانا، وبالتالي الكل سيرجع إلى جنيف، مسار جنيف والقرار الدولي 22-54، وبالتالي الصين تريد الحفاظ على مكتسبات اقتصادية أو مكتسبات مستقبلية، أو كما الضغط على روسيا بإرجاعها كحليف قوي في مسار جنيف أو أي حل يراه المجتمع الدولي. روسيا الصين تريد حفظ ما يمكن حفظه من مصالح، ليست على الساحة السورية، هنالك ليبيا العمق النفطي للصين هو ليبيا وليست سوريا، أكثر من 25% من الطاقة النفطية للصين كانت من واردات ليبيا. اليوم هنالك تدهور في الاقتصاد الصيني نتيجة قلة الموارد النفطية للصين بسبب الفوضى في السوق الرئيسية للصين هي ليبيا، ولذلك الصين تحاول بشتى الوسائل امكان ما يمكن تأمينه. نعم، عدا عن ذلك هل يمكن القول بأن الصين أيضا تبدي رغبتها بالمشاركة بحملة عسكرية نحو إدلب بوجود إرهابيين من الصين في المحافظة؟ الإرهابيين في الصين طبعا هذا موضوع إعلامي لا بعد، بس الصين سوف تشارك عن طريق الدعم اللوجستي أو عن طريق الضربات الجوية لا غير. نعم، طب هناك حديث عن أن تركيا ستناقش يعني ملف إعادة اللاجئين السوريين، إعادة ما يقارب مليون ومليون ونصف لاجئ سوري إلى الأراضي السورية. في عام 2012 يعني تحدثت تركيا عن إقامة مناطق آمنة في سوريا، ولكن في حينها الخطة لم تلقى قبول. اليوم كيف سوف تلقى هذا الخطاب التركي قبول لدى المجتمع الدولي برأيكم؟ طبعا هنالك فرق بين المناطق الآمنة والمناطق العازلة حسب تعريف القانون الدولي. نعم. لإقامة منطقة آمنة على في أي جغرافيا كانت يتطلب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإقامة منطقة آمنة. نعم. كالقرار اللي صدر بإقامة منطقة آمنة في على خط 36 في شمال العراق، تمام؟ بالتالي أو البند الثاني الاتفاق فيما بين تركيا والنظام السوري، لا يوجد في اتفاق في بين تركيا والنظام السوري بإقامة منطقة آمنة، أي لا توجد أي حجة أو مستند قانوني للأتراك لإقامة منطقة آمنة. لهذا الموضوع موضوع إعلامي بحت لا غير. المنطقة آمنة لماذا سيقيمها الأتراك؟ الإرهابيين كلهم متواجدين في منطقة إدلب، والمنطقة الآمنة ستقام في إدلب، أي تشكيل غطاء قانوني للفصائل الإرهابية، كما أنا الآن تحاول تركيا على غيار إقامة المنطقة الآمنة تشكيل جيش ما يسمى جيش وطني من الفصائل الإرهابية. نعم. لدمجها ضمن الجيش السوري عبر اللجنة الدستورية. طب أستاذ أكرم، يعني هل أنقرة تريد نقاش موضوع يعني إقامة أو إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم في إدلب استشعارا بالحملة العسكرية القادمة نحو إدلب برأيكم؟ الأتراك لا يعني الأتراك يحركون هذا الملف المهلف المهاجرين واللاجئين السوريين، ليس المتواجدين بالتركيا أو بأوروبا، لا، المتواجدين على الأرض في منطقة الشمال الغربي في سوريا بمنطقة إدلب، أي إعطاء الصفة القانونية للفصائل الإرهابية بالتواجد على في الشمال الغربي لسوريا، وليس إعادة اللاجئين. كيف تركيا ابتزت المجتمع الدولي، ابتزت الاتحاد الأوروبي بمليارات المليارات من الدولارات من أجل اللاجئين، أين صرفت هذه الأموال؟ تركيا حصلت على 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 أمور ومطالب هامة من المجتمع الدولي ومن دول الخليج ومن روسيا ومن أوروبا ومن أمريكا عبر ورقة اللاجئين والمهاجرين، ولم تحدث أي شيء ولم تعالج المشكلة. أوروبا غرقت باللاجئين،
اوروبا غرقت باللاجئين، الوضع الانساني للاجئين في تركيا وضع ماساوي جدا، والمجتمع الدولي يدرك هذا الشيء، لهذا الموضوع ملف اللاجئين ليس ملف اللاجئين خارج الحدود السوريه، انما تحاول اعطاء الصفه الشرعيه للمتواجدين في ادلب نتيجه النزوح او نتيجه مصالحات التي جرت في غوطه دمشق، في بادية حمص، في الجنوب السوري، في مناطق القلمون السوري. هؤلاء الذين تم تهجيرهم من هذه المناطق ونزحوا من عبر المصالحات لمنطقة إدلب، تركيا تحاول توطين هؤلاء بصفة شرعية عبر المجتمع الدولي. نعم، وصلت الفكرة حقيقة، ولكن قد يسأل سائل يعني لماذا أردوغان يصر على أن أي هجوم على محافظة إدلب يعني انهيار اتفاق أستانا؟ تركيا ملتزمة بهنالك اتفاق أستانا 4 الذي وقع في مايو 2017. نعم، مايو. هنالك الشق الثاني من أستانا 4 المتعلق بمنطقة خفض التوتر، الأتراك ملتزمون بالحفاظ على وحدة وسيادة واستقلالية الأراضي الجمهورية السورية. اثنين، الأتراك ملتزمون برفع الغطاء عن الفصائل الإرهابية وإلزامهم بترك السلاح والاستسلام نتيجة المصالحات، وبالتالي لا يوجد أي مستند قانوني لبقاء الأتراك. لهذا الأتراك يهددون بالهجوم على أستانا، سوف لن تلتزم بتطبيق الشق الثاني، أي ستجعل المعركة مفتوحة، معركة مفتوحة، وبالتالي الأوراق ستنخلط على بعضها البعض. لهذا يهددون بأنهم إذا صار تم الهجوم سوف ننسحب من الاتفاق، وبالتالي حكما بعد الانسحاب سيكون أستانا منهار، وبالتالي إذا انهار أستانا هنالك شرعية للهجوم على من قبل النظام السوري، من قبل الروس، من قبل كل، فحتى من قبل التحالف الدولي بالهجوم على الأتراك، على الفصائل المسلحة المحمية تحت الغطاء التركي. طب يعني هناك حديث عن مباحثات تركية أمريكية حيال محافظة إدلب، وهنا السؤال يعني هل واشنطن تمتلك نفوذ أو سلطة في إدلب؟ واشنطن تملك القرار الكامل والأخير في جميع أجزاء التراب السوري وليس إدلب. الأمريكان خلطوا الأوراق بالنسبة في ملف منبش وملف إدلب. نعم، بالنسبة لتركيا عندما دعموا فكرة المفاوضات مع مفاوضات مجلس سوريا الديمقراطية المتحالفة مع التحالف الدولي مع الروس. نعم، المفاوضات كانت مع الروس والنظام السوري ولم تكن مع النظام السوري فقط. لهذا هنالك ضغط أمريكي قوي جدا على تركيا بسحب يدها من الفصائل الإرهابية والخروج من العمق السوري أو من الشمال السوري. تركيا التفت على الأمريكان، بدها تدخلها في إدلب وعفرين واحتلال عفرين، بتدخلها في جرابلس، بطلب من الروس بترك رفعه فريسه سهله للاتراك. طبعا التدخل التركي في الشمال السوري خلط الاوراق الامريكيه بالكامل وزعزع موقف الامريكان. لهذا الامريكان لن يرضخوا للاتراك ولن يتركوا هذه التصرفات التركيه تمر مرور الكرام. طب بعض المراقبين يعتبرون أستاذ أكرم أن تحرير مدينة إدلب من هيئة تحرير الشام الإرهابية ومن الميليشيات المدعومة تركيا سيشكل خطرا كبيرا على تواجد الاحتلال التركي والميليشيات المدعومة من قبله في منطقة عفرين، كيف تنظرون إلى هذه النظرية؟ طبعا بالقضاء على التنظيمات الإرهابية المتمثلة بتحرير الشام والنصرة والفصائل الثانية أو فرقة سلطان مراد وما بعرف الفصائل المحسوبة على تركيا في إدلب تحريرها سيتزعزع الوجود التركي في عفرين. لماذا؟ لن كون انتهت أستانا،
استهت أستانة، يعني الملف الأستاني انتهى، الملف الأستاني انتهى، الاتفاقيات أو المصائل الموقعة فيما بين الثالوث الأستاني أو المثلث الأستاني انتهت، وبالتالي الروس لن يلتزموا بأي شيء مع الأتراك أو الإيرانيين أو الأمريكان كون تركيا تدخلت في الشمال بدون موافقة الناتو، وبالتالي التحالف الدولي لا يستطيع الدفاع عن تركيا، وروسيا لم تعد ملزمة باتفاقات أستانا بعد الانتهاء، بعد انتهاء أستانا لم تعد ملزمة بأي اتفاق مع تركيا، بأي اتفاق مع تركيا، ومن مصلحتها خروج تركيا، ومن مصلحة السوريين خروج تركيا، ومن مصلحة الجميع. تركيا تعرف بانتهاء أستانا وضعها القانوني، وضعها سيكون مزعزعا في الشمال السوري، ولهذا البارحة صرحت هيئة تحرير الشام بأنها لن تحل نفسها ولن تستسلم، ولن تستسلم ولن تنضم للمجلس العسكري أو للجيش الوطني المزمع إنشاؤه تحت القيادة التركية، وتركيا أي رفضت الطلب التركي. هذه رسالة خليجية، الجبهة النصرة أو ما يسمى تحرير الشام هي تدار تركيا ولكن ممولة قطريا، ممولة قطريا. هذا الرفض من قبل تحرير الشام هي رسالة خليجية بتفوق الحلف السعودي على الحلف القطري، وبالتالي قطر هي اللي الخليج بدعم بضغط خليجي أكدت على عدم تسليم تمرد عدم تسليم تحرير الشام لنفسها أو الاندماج أو تغييرها التشكيل الجديد تغيير شكلها والاندماج من هذا الجيش، لا، لكي تخلط الأوراق داخليا وليس على الصعيد الخارجي، على الصعيد الداخلي في إدلب على الحكومة التركية، أي هي رسالة خليجية بتقدم خليجي في الملعب التركي. طب واستسلام قطري، استسلام قطري واضح للسعودية. طب عندما ترفض هيئة تحرير الشام الإرهابية حل نفسها والاندماج مع هذا التشكيل العسكري الجديد، هل من الممكن أن تحارب أنقرة هيئة تحرير الشام؟ سينقلب الكل على بعض بهذا الوضع، هنالك سوف يحارب الأتراك هيئة تحرير الشام، والروس يحاربون هيئة تحرير الشام، وهيئة تحرير الشام ستضرب القوات التركية المتواجدة في المناطق 12 المتفق عليها المنتشرة في النقاط 12 المتفق عليها فيما بين روسيا وتركيا، هنالك قواعد تركية في 12 نقطة منتشرة أي بموافقة روسية، موافقة روسية. إذا صار هجوم تركيا على هذه الفصائل على هذه الفصائل فصيل تحرير الشام أو ما يسمى جبهة النصرة، هنالك سيكون تمرد على هذه القوات، على هذه القوات، أي ستنخلط الأوراق جميعا. الغاية في تمديد أستانا أربعة و أستانا أربعة، الغاية من تمديد أستانا أربعة خفض التوتر الرابعة، منطقة خفض التوتر، نعم، منطقة خفض التوتر الرابعة بإدلب، هي سحب ملف المهاجرين من يد التركية، كون إذا بدأت الحرب مكررة مرة ثانية ستجري حالة نزوح أكثر من 3 مليون باتجاه الحدود التركية، لن يأتوا للعمق السوري، كونهم أغلبهم مليون ونصف من الفصائل المسلحة، عوائل الفصائل المسلحة، إلى أين سيتجهون؟ إلى النظام السوري، هنالك عبادة جماعية، لن تعود هنالك مصالحات، لن تعود هنالك باصات خضراء، إذا النزوح سيكون باتجاه الحدود التركية، ومن ثم للحدود للجمهوريات الروسية وللعمق الأوروبي، وهؤلاء هم قادات التنظيمات الإرهابية. فكيف ستتحمل؟ اليوم هنالك خلط لجميع الأوراق، هنالك معركة قوية جدا أمام أدلب، ولكن لازم بعد حل ملف اللاجئين وفتح ممرات على مراحل، أي معركة أدلب ستمتد على مراحل وخطوات، كل مرحلة فتح ممر إنساني لإجراء مصالحات، لإجراء المصالحات، وبالتالي لضبط حالة النزوح داخل العمق السوري والسيطرة عليها وليس خارج الحدود السورية. ثانيا الفصائل التي لن تقبل بالمصالحة والنزوح للعمق السوري ستكون متمسكة في أدلب، وستنقلب على أسيادة تركيا، وستنقلب على بعضها البعض، وبالتالي ستكون فريسة سهلة للقصف الروسي. وانطلاقا من كلامك أفهم لربما معركة أدلب ستطول، ستطول، كون أدلب مددت لستة أشهر. للمعلومة وأكررها مرة ثانية، هنالك فرق بين مسودة سوتشي أو أستانا 10 والبيان الختامي.
المسودة كان المتفق عليها منطقة خفض التوتر، كون أستانا أمر مؤقت وبالتالي حلها هذه المشكلة. نعم. لكن بالاجتماعات خلال يومين وفي البيان الختامي الذي وقع من عليه من قبل الضامني أستانا تركيا وروسيا وإيران بوجود عناصر من الائتلاف السوري، وفد الائتلاف السوري والنظام السوري، على عدم التطرق لموضوع أدلب نهائيا كمنطقة خفض التوتر. أي هنالك اتفاق ضمني فيما بين الجميع على التمديد لأدلب التي تنتهي في 19 أيلول، والتمديد لمدة 6 أشهر ل 19 آذار ل 19. وهذا تأكيد قوي أن معركة أدلب ستكون على مراحل متعددة، مراحل متواصلة ومتعددة، وليس الهجوم الشامل كما نتوقعه أو حرب شام مباشرة مواجهة. الحرب هذه ستبدأ في نهاية أستانا أي بداية آذار، عندما لم يبقى غير الفصائل التي رفضت الاستسلام أو النزول على العمق السوري، وبالتالي تركيا لن تستطيع فتح حدودها أمام هذه الفصائل. شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة السيد أكرم حسو، رئيس المجلس التنفيذي سابقا في مجلس الولايات الديمقراطية. شكرا لكم، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الأكارم لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. الله يعطيك العافية.